السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هدي القران ما زلنا مع ترتيب ما نزل من القران العظيم وصلنا اخر حلقه لتفسير سوره الضحى واليوم مع سوره الشرح وتسمى الانشراح وهي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم. هذه السورة المباركة نزلت في أجواء مفعمة بالصراع صراع بين الحق والباطل صراع بين أهل الشر وأهل الخير صراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعياذ بالله كان الإسلام لا زال غدا طريا هذه السورة هي السورة الاثنى عشر في ترتيب النزول كان أول ما نزل سورة العلق ثم سورة القلم ثم المدثر ثم المزمل ثم التكوير ثم الفاتحة وتتسلسل السور إلى أن وصلنا إلى ما يسمى بفتور الوحي أي فتر الوحي أبطأ الوحي عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في أن يزداد الشوق النبي الكريم وصحابته الكرام يزدادون شوقا لتلقي المزيد من الرسائل والتوجيهات القرآنية من لدن الله رب العالمين الأجواء التي نزلت فيها هذه الصورة كان المسلمون مستضعفون عددهم يتجاوز الأربعين بالكاد وكانوا يتجمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وينتظرون بشغف اي سوره نزلت او مقطع من سوره ياخذونه ويقرؤونه ويحفظونه في صدورهم ويحرصون على ان يفهموه فهما صادقا واعيا. سبب نزول هذه السوره انه لما ابطا الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر وكان ربه قلاه ربه تركه فنزل قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى سورة الشرح هي في الأصل تتمة لسورة الضحى فهما جاء متتابعتين في مقطع الأخير من سورة الضحى لما قال ربنا عز وجل ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدناها فهنا تتمت الآية إلى أن قال ألم نشرح لك صدرك تتم لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن أنه كان يشعر بأن صدره يضيق وكان صدر الصحابة يضيق أيضا ويروى بانه قال سالت ربي اسئله وددت لو اني لم اسال عنها لان النفس البشريه تطلب المزيد يروى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ناجى ربه وقال يا رب الانبياء والمرسلين من قبلي اعطيتهم نعيما كثيرا جعلت سيدنا ابراهيم خليلا وجعلت موسى كليما إبراهيم يسمى الخليل خليل الله الصاحب وموسى الكليم يتكلم مباشرة مع الله تعالى وأعطيت للمسيح إحياء الموتى وأعطيت لجبال لداود تسخير الجبال وأعطيت لسليمان تسخير الرياح وأعطيت لفلان ولفلان ولفلان وأنا ماذا أعطيتني يا رب العالمين وأنا مستضعف هؤلاء الكفار والمشركين يقولون يا محمد انك امي وانك مجرد راعي للغنم وانك فقير ولم نر لحد الساعه من علامه من العلامات الدل على انك نبي معجزات الانبياء الظاهره سيدنا موسى عليه السلام فرق البحر بعصاه وسيدنا عيسى كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى وانت ماذا اعطاك الله يا محمد كان يسمع هذه الكلمات تقرع آذانه في كل وقت وحين فذهب إلى ربي وقال يا رب ماذا أعطيتني فقال له الله عز وجل أعطيتك أفضل ما أعطيت لكل الأنبياء ولكل المرسلين ولكل الخلق يا محمد تذكر نعمتي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى كنت يا محمد يتيم الأم والأب وربنا عز وجل هيأ لك من يربيك ورباك جدك ثم عمك ثم توليتك وكنت تقول ادبني ربي فاحسن تاديبي ووجدك ضالا فهذا لم تكن تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمك ما لم تكن تعلم ووجدك عائلا فاغنى كنت فقير وربنا سوف يعطيك الاموال الكثيره وتجبى اليك الخيرات من كل مكان تذكر يا محمد هذه النعم الى ان قال له الله تعالى في مطلع سوره الشرح الم نشرح لك صدرك يا محمد قيل صوت الشرح انما هي اشاره الى واقعة شق الصدر التي تعرض لها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في طفولته لما كان يعيش في ارض بني سعد بني بكر وكانت مرضعه حليمه السعديه سيدنا النبي كان يلعب ويرتع مع الاطفال فبعث الله اليه ملكا فاخذه من بين الاطفال وشق صدره واخرج قلبه واتى الملائكه بتست فيه ماء من الجنه فغسل قلبه من ادران الشيطان ثم اعاده الى صدره وكان طفل صغير يلعب ويرتع بجانبه راى المشهد فصار يجري عند امنا عند حليمه السعديه مرضعه النبي الكريم وقال اماه ان اخي وقع له كذا وكذا لم تصدق فجاءت الام المرضعه تجري قالت وجدت محمدا انذاك وجهه منتقع اصفر وهو يرتعش بحثت صدره لم تجد هناك لا دم ولا تمزيق للثياب وانما وجه اصفر منتقى وهو يرتعد وهذه الواقعه تسمى واقعه شق الصدر وفي هذه الصوره ربنا يشير اليها الم نشرح لك صدرك يا محمد لقد جعلنا صدرك منفتحا منذ اول وهله وانت طفل وسميت بالصادق وسميت بالامين وترعت حول بين اعيننا حتى صرت الان نبيا شرح الصدر ايها الاحبه الكرام له معاني كثيره. شرحه قد يكون للاحكام الشرعيه. هناك بعض الناس من يكون قلبه منشرحا للاحكام الشرعيه. اذا سمع قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح اذا امرته بالواجبات يعمل ويستجيب. هذا معنى الشرح للاحكام الشرعيه. وهناك والعياذ بالله من يرفضها تقول له الصلاة تأتيه ثقيلة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس كالمنافقين والعياذ بالله لم يشرح ربنا صدرهم للصلاة وكلب خلاء الذين يبخلون عن أداء الزكاة أو الصدقات لم يشرح ربنا عز وجل صدورهم للعطاء وكالمتعبين والكسالى الذين ينامون الليل ولا يقومون مع الفجر ولا يقومون حتى لركعتي قيام الليل ربنا لم يشرح صدورهم للصلاة بالليل والقيام وهناك من يأتيه رمضان تجده فرحان سعيد بقبول رمضان وهناك من قلبه يشمئز رمضان مرتانية وإمساك عن الطعام والشراب وسهر وحرارة مفرطة تجده قلبه غير منشرح وهناك من شرح الله تعالى يفرح برمضان والحج من يسمع الحج يفرح ايضا ربه شرح صدره للحج فيفرح للصلي لذكر الله تعالى ويفرح انه سيذهب لهذه البقاع المقدسه ويطرب لسماع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هناك من لم يشرح ربنا عز وجل صدره لهذه الامور وهناك من يشرح ربنا صدره لسماع القران يفرح ويطرب لسماع المقرئين ويسمع ل... 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 لاساليب التلاوه يفرح وهناك من يشمئز هذا يسمى شرح الصدر للاحكام الشرعيه وهناك شرح الصدر ايضا لنبذ المحرمات هناك من قلبه منشرح اذا ذكرت له الزنا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خبث وهذه كراهيه وهذه حماقه في حين ان هناك من يعشق الزنا بل سمعنا من هناك من ينادي بحريه جنسيه تحت يافطه الحريه الفرديه ويتفاخر ويتباهى بها لكن من شرح الله صدره للايمان مجرد ان يسمع هذه الكلمه نفسه تشمئز هناك من يشمئز لسماع شرب الخمر اعوذ بالله شراب خبيث كريه وهناك من من يفرح اذا سمع الخمر المعتقه ويتخيلها ويتذوقها ويتغنى بها وهناك من ينشرح صدره لخبائث والعياذ بالله المؤمن من طبعه ان صدره ينغلق لدي الخبائث شرح الصدر له معاني كثيره هناك ايضا شرح الصدر لقضايا القدر هناك المؤمن صدره منشرح اذا وقع له خير ذاك فضل من الله واذا وقع له شر يقول انه قدر من عند الله فتجد قلبه مطمئن وهناك من قلبه منغلق اذا وقع له شر يقول لماذا اصبت بكذا ولماذا ربنا قد ابتلاني ويرد القدر عن الله اما المؤمن فانه لا يقول كيف جرى ولا لما جرى ولكن يقول ما شاء الله وما قدر فعل وتجده دائما مستسلما لقدر الله لان المؤمن يعتقد بان العطاء من الله عطاء والمنع من الله عطائين فكل ما يفعله ربك خير عظيم هذا ما معنى الم نشرح لك صدرك المؤمن صدره منشرح للايمان صدره منشرح للاسلام اذا سمع القران واذا سمع كلام الله تعالى يفرح ويسعد ويخشع ويقول يا رب اني مستعد ان افعل كل ما تطلبه مني بدون جدال ولا نقاش انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا يستجيبون لامر الله تعالى هذا معنى الم نشرح لك صدرك. اما من حرم انشراح الصدر فانه دائما يرفض الدين ويرفض قول الله تعالى ويرفض امر النبي الكريم وينعته بان هذه اساطير الاولين وان هذه خرافه قديمه او يقول كلام مضى عليه الزمن وولى وادبر ونحن اليوم في عصر التطور وفي عصر الحداثه وويحتاه وحسرته حينما اسمع بعض المناضلين والمناضلات يطالبون بالتغيير داخل المجتمع وياتون بقوانين جديده واذا ذكرت لهم القران والسنه انغلقوا وكفهرت وجوههم ورفضوا ماذا تقول هؤلاء المساكين ربنا لم يشرح صدورهم للايمان اللهم اشرح صدورهم وصدورنا اجمعين للايمان والتقوى فربنا يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الم نشرح لك صدرك اذكر يا محمد هذه النعمه علينا لقد كانت قلوب الناس منغلقه وانت شرحناها لك منذ اول وهله لم ياتيك ولو خاطره للجدال او النقاش كنت مستسلما فالفضل من الله تعالى الى ان قال ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ما هو الوزر الذي كان على ظهر النبي الكريم الوزر وهو اعباء الدعوه اعباء التكليف رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم اول ما بداه الله من الوحي قال له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا فكان يستشعر بان المسؤوليه جسيمه لو امروه بقطع الجبال والبحور لكان اهون اما ان تتحمل اعباء الدعوه هذا امر خطير فكان يشعر بشده وربنا عز وجل قال له اصنع بما تؤمر اصنع لابد يا محمد أن تقوم وتبلغ لما شعر سيدنا النبي برغبة في النوم وراح ينام قال له الله تعالى يا أيها المدثر قم قم لم ننزل عليك القرآن لتنام قم ولما كان ينام الليل ليستريح يقول له القرآن الكريم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكان يشعر بتعب شديد يروى أن سيدنا النبي كل مرة كان يخمم الف 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 نقاش في راسه ماذا يقول لهؤلاء؟ مثلا مما يروى انه قال ليله اسري بي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث يقول ليله اسري بي شعرت بغم شديد في صدري وجلست القرفصاء وضعت راسي يد راسي بينك بين بين, بين فخذي بين ركبتي وبدات افكر ماذا اصنع؟ فإذا بأبي جهل يراه فيأتي فيجلس بجانبه وبدأ يستهزئ منه فقال له هل من شيء جديد يا محمد؟ فنظر اليه قال نعم لقد جئتكم بشيء جديد قال ماذا ايضا؟ ماذا ايضا جئتنا به؟ قال لقد أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج بي من بيت المقدس إلى سدة المنتهى ورأيت من ملك الله تعالى ما رأيت فبدأ أبو الجهل يضحك ويسخر ويستهزئ ويقول هذا الشقي جاءنا مرة أخرى بكلام فظيع وبدأ يسخر كان سيدنا النبي يشعر بتحمل مسؤولية كبيرة للتبليغ والتوجيه وهم يرفضون فكان هذا الأمر شديد عليه ربنا عز وجل سوف يقول له يا محمد لا تحزن إنك باخع نفسك على آثارهم أن لا الحج أسفا تبخع نفسك يعني تقهر نفسك قال يا يا محمد لا عليك هون عليك من أراد أن يؤمن فليؤمن ومن أراد فليكفر فليكفر لا إكراه في الدين هذا معنى قول الله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك كان سيدنا النبي يشعر بوجع في رأ... في ظهره وكانه يجر اتقال كثيره لما نزلت هذه الايه كان ربنا عز وجل قال يا محمد لا تتريب عليك لا تكليف عليك سير على بركه الله انك باعيننا الى ان قال ورفعنا لك ذكرك هذه اعظم ما في القران العظيم ورفعنا لك ذكرك يروى ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينتظر من ربه شيء يميزه عن باقي الانبياء كل نبي اعطاه الله تعالى معجزه اعطاه الله كرامه اعطاه الله مرتبه فماذا اعطيتني يا رب العالمين قال ورفعنا لك ذكرك يا محمد ان النعمه التي اعطيناك اكثر من ابراهيم هو مجرد خليل وحبيب الرحمن واكثر من موسى هو مجرد كليم واكثر من عيسى هو يحيي الموت اما انت يا محمد فإذا ما ذكرت إلا وذكرت معي نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ذكرت يا محمد إلا ذكرت معي وهذا أعظم ما في القرآن العظيم ورفعنا لك ذكرك سيدنا النبي أكثر ما يذكر إذا ذكر الله ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكره في الأذان ونذكره في الإقامة ونذكره في الصلاة في التشهد ونذكره في كل وقت وحين فسيدنا النبي صار مذكور الآذان المآذن عبر العالم على مدار الأربع وعشرين ساعة دائما نسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا معنى قوله ورفعنا لك ذكرك ثم جعلناك محبوب جعلنا هذا الاسم محبوب في القلوب ومحبوب في النفوس وترتاح له الألسن فمعنى رفعنا لك ذكرك جعلنا لك مقاما عاليا إلى أن قال فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى نزول هذا المقطع من الآية وهو أن الصحابة كانوا فقراء وكانوا محتاجين معظمهم من العبيد ومعظمهم من الخدم فكان كفار قريش من الأغنياء والأثرياء وعلية القوم يسخرون منهم ويضحكون فكان النبي الكريم ينتظر من الله تعالى شيء من الخير يدخل السرور قلوبهم فنزلت الايه بشرهم الله تعالى بان اليسر سيكون طريقهم هذا العسر لن يبقى وسياتيهم الله تعالى بالخيرات لما نزلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسر وابتهج وقال والله لن يغلب عسر يسرين لان العسر جاء معرفا واليسر جاء نكره والنكره اذا جاءت تعددت بمعنى ان العسر قد يكون قليل لكن اليسر اكثر منه بكثير جدا وكانت بشاره للصحابه بان هذه المعاناه وهذه الشدائد سرعان ما سوف تزول وبشاره بان الله سوف يقوي شوكتهم وبشاره بان الله سوف يكتر عددهم وبشاره بان الله سوف ينصرهم نصرا مؤيدا وبشاره بان الله سوف يفتح عليهم خزائنه وتاتيهم الخيرات من كل جانب ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا بشاره ادخل القلب الفرحه والسرور والبشر الى ان قال في ختام السوره فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذه البشارات وهذه الكرامات لما قال ربنا عز وجل رفعنا لك ذكرك هذه كرامة ولما قال مع العسر يسرى هذه بشارة ولكن ما مفتاحها كيف الوصول إليها أعطانا ربنا طريقة الوصول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يا محمد أنت وأتباعك من المؤمنين والمؤمنات حينما تنتهي من العمل ف الوقت الاخير لديك املاه بالعباده بالسجود بالركوع بتنتصب لله رب العالمين اذا فرغت فانصب انصب بين يدي ربك اذكره واسجد له واركع اليه والى ربك فارغب اياك يا محمد ان تطلب من الخلق المساعده اياك ان تطلب من الخلق ان يعطوك او ينصروك أي طلب طلبته اطلب من ربك فقط وحده لا شريك له وسوف هو سبحانه وتعالى يهيئ لك الخلق ويختار لك أطيب الخلق وأنبل الخلق يسخرهم لك ولخدمتك إياك يا محمد أن تتدلل لأن سيدنا النبي أراد أن يبحث عن بعض الأغنياء والأثرياء لعلهم يجودون لعلهم يقدمون إلى المساعدة فقال له رب العزة إياك إياك اترك الامر لله وحده لا شريك له، وسوف يختار لك اجود وانبل من سوف ينصرون هذا الدين، فعلا بعد هذه الصوره سيسلم حمزه ابن عبد المطلب وكان قوي وكان الشديد في الحق وسوف يحمي المستضعفين من الصحابه. هذه الصوره ايها الاحبه الكرام على قصر حجمها فيها معاني كثيره. هي تحكي اي نعم عن واقع السيره النبويه الشريفه واسباب التنزيل. ولكنها ممتده في الاثر الى قيام الساعه. فكل من كان منا يعاني من الحزن او الهم او الاكتئاب. علاج فعال لامراض الاحزان والهموم وكل من كان مكتئبا يقرا هذه السوره. اذا قراتها شرح الله صدرك للفرحه والسرور. وكل من كان عنده شك في الدين وكل من اراد ان يصلي ويشعر بتعب. وكل من أراد أن يقرأ القرآن ويشمئز وكل من أراد أن يفعل فعل للخير تجده دائما قلبه غير منفتح يقرأ هذه الصورة يشرح ربنا صدره للعبادة وكل من تلقى قدر الله ولم يرض به أعطاه الله شي قدر في شدة فيه صعوبة ولم يرضى بالقدر ما عليه الا قراءة هذه السورة وربنا يشرح صدره للقدر ويقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر على ما قضيت. خلاصة الكلام ان من اراد الراحة النفسية ومن اراد السكينة القلبية عليه بقراءة هذه السورة الم نشرح لك صدرك جميع الاعباء التي تجرها وراء ظهرك أيام زمان عندك أعباء، عندك انزلاقات، عندك تاريخ مظلم، عندك تجارب في الحياة مؤلمة، كلها وداعاً. سينقطع الحبل الذي تجر به هذه الأعباء ولن يبقى عندك عبء. تشعر بأنك متحرر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. من كان ذليل ويشعر بأنه لا قيمة له وأراد أن تكون له قيمة عظيمة ذكره مرفوع. في الأرض وفي السماء والناس يتنون عليه يقرأ هذه الصورة ورفعنا لك ذكرك كل من كان يشعر بأنه لا قيمة له وأن الناس كلهم يسخرون منه ولا يحترمونه وما عنده شي سبب للإحترام ما هو غني ما هو عالم ما هو رجل السلطة ما هو جميل بماذا سوف يمدحونك قل هذه الصورة رددها وسيعطيك الله الجلال وسيعطيك الله تعالى البهاء ويعطيك المحبة في قلوب الخلق ورفعنا لك ذكرك تي الشرح تي الشرح تي الشرح فان مع العسر يسرى كل من عنده شده في حياته ويشعر بان الابواب مغلقه بحث عن عمل فلم يجده بحث عن زوجة او هي بحث عن زوج فلم تجده او بحث عن رزق فلم يتيسر له كل هذا سوف يزول ربنا سيعطيك الخير ويجعل كل عسير عليك سهل يسير لكن كل هذه المطالب بشرط انك لما تختلي مع ربك ارغب اليه واسجد له واذكره كثيرا واقطع صلتك بالخلق كلهم وادعو الله تعالى ما هي النتيجه؟ الحياه الطيبه سوف تشعر بانك اسعد خلق الله ستشعر بانك فرح مسرور ومبتهج هذه الصورة ايها الاحبه الكرام كان الصالحون اذا قرؤوها شعروا بانهم اسعد خلق الله وانهم في نعمه شامله وانهم قريبين من الرحمن وانهم حبيبي سيدنا العدنان ويشعرون بالسعاده المطلقه فاللهم يا رب يا كريم املا حياتنا طيب ونور واشرح صدورنا للاسلام والايمان واجعلنا من عبادك السعداء قولوا جميعا امين آمين آمين يا رب يكرم يا